قلت في فيديو قبل كده ازاي نعمل references و citations عن طريق الورد، ان انا احط الحاجات وهو يطلع لي الفورمات جاهز والكلام ده على حسب الستايل انا بختاره، مثلا APA IEEE مش عارف ايه، ليه طريقة الكتابة، مين في اني جزء اللي italic، اني جزء اللي ما بين two quotations والكلام ده. المهم دلوقتي هشرح بقى ازاي ني import bibliotech file او bibtech file على lix او latex، بحيث ان انا ما عادش اشغل بالي بالmanual، ان انا احط الحاجات دي manual او انسخها manual. احنا قلنا في الاول خالص ان احنا ممكن نروح على lix new document، تمام، وانا بشغال اعمل bibliography في الاخر وبعدين اكتب reference، تعمل copy paste او اكتبه بطريقتي. طيب في بقى حاجة تانية، ان هو انا دلوقتي في المقالات او مثلا كتب او مثلا بجيب من IEEE، انا في مقالة already هقتبس منها، ففي option هلاقيه في الموقع نفسه في جوجل سكولر واند نوت وكده، وفي برامج كتير زي النوت وجاب ريف والحاجات دي بدخل لها البيانات وبيبقى فيها داتابيز بتطلع لي دوت بيب فايل جاهز. طيب هنا اوريدي في IEEE هدوس على سايت ذس، هيديني البلين تكست سايتيشن، ولو عايز اعمل سايتيشن انا ابستراكت هيطلع لي سايتيشن انا ابستراكت، اشيل بقى ده، يديني بقى الحاجه ايه جاهزه كده ب IEEE ستايل، ده ما بين كوتيشنز اللي هو الجورنال ده بيبقى ايتاليك يعني مايل والكلام ده، ممكن اخده كوبي تمام واروح بقى على وورد ولا على ليكس واعمل بيست، بس المشكله ان الفورمات مش او الستايل مش هيبقى مظبوط، يعني مثلا الكوتيشنز موجوده لكن مثلا الجورنال هنا مش ايتاليك، وانا مش هقعد ادخل بقى ريفرنسز كده مانيوالي، ده الموضوع ده مش حلو. يعني اللي احنا بنعمله ان احنا بنيمبورت بيبليوتيك فايل او بيبتيك فايل. ازاي بقى؟ اول حاجه بروح على نفس الحاجه دي سايت ذس، بختار بيبتيك. بيبتيك ده شبه كده ايه ليتك، هو بيبقى عباره عن كود بيدخل فيه السيتيشن داتا، يعني الاوثر جورنال مش عارف ايه بشكل كود كده، وهو بقى ليكس او ليتك بيفهمه ويحوله للفورمات المقروء اللي احنا بنشوفه. في الاخر بروح على داونلود، بلغي كده سايتيشن انا ابستراكت، انا عايز سايتيشن بس، واعمل داونلود واحط الفولدر اللي هينزل ده او الفايل اللي هينزل ده اللي هو البيب فايل في نفس الفولدر اللي انا احط فيه بعد كده الليكس دوكيومنت بتاعتي، لازم يبقوا الاثنين في نفس الفولدر. يعني زي ما احنا قلنا في الاول بنحط فولدر، اهم حاجه نحط فيه كل الصور، وهنحط فيه الدوت بيب فايلز، ونحط فيه الدوت بي اس تي فايل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، تمام. والتسميه دي لا، السترنج ده فيه كاركترز، فيه سبيسز وفيه كاركترز كبيره والكلام ده لا، ودوت انا هكتب تسميه بسيطه جدا مثلا IEEE 45 اي حاجه، تمام، بحيث ان هي تسميه من غير سترنجز، السترنج من غير سبيسز ولا حاجه، وادوس سيف. تمام كده انا حطيت الدوت بيب فايل اللي جواه السيتيشن ده جوه الفولدر، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اسايد بالستايل زي على وورد كده بالستايل بتاع IEEE، تمام، فلازم انزل الستايل بتاع IEEE، هروح على جوجل واكتب IEEE تران دوت بي اس تي، تمام، اللي هو البيب تيك ستايل سيتان ده اللي هو الريبوزيتوري اللي بيبقى فيها كل حاجات الليتك، وبعدين اروح هنا واعمل سيف لينك از، تمام، وهيديني IEEE تران بي اس تي، انا هسميها برضو ايه نفس التسميه البسيطه IEEE تران اس تي، تمام، في نفس الفولدر برضو دوت بي اس تي فايل. فدلوقتي الفولدر بتاعي بقى فيه ايه؟ بقى فيه البي اس تي فايل اللي هو فيه الستايل، والبيب فايل اللي هو فيه السيتيشن داتا، تمام. اروح بقى على ليكس نيو دوكيمنت، اسايف الدوكيمنت دي في نفس الفولدر، يعني هما الثلاث حاجات بقوا في نفس الفولدر، ده شرط رهيب يعني. طيب انا كده خلصت كل الحاجات، وانا بقى بكتب عادي الدوكيمنت بتاعتي، انا عايز اسايت الجمله دي. طيب هروح بقى في الاخر خالص هعمل ايه بقى، مش من هنا بيبليوجرافي واعمل مانيوال، لا هروح انسرت ليست تيبل اوف كونتنتس بيبليوتيك بيبليوجرافي، وبعدين هختار الستايل هنا مش بلين بقى، هعمل براوز، تمام، هيظهر لي الستايل اللي هو في نفس الفولدر بتاع الدوكيمنت IEEE تران دوت بي اس تي، وادوس اوبن، وبعد كده البيبليوجرافي داتابيز بقى نفسه، هروح هنا على اد اللي هي هنا اد داتابيز براوز، تمام، هيديني الدوت بيب فايل اللي انا لسه منزله، واعمل اد وبعدين ادوس اوكي، واروح هنا على الجمله اللي انا عايز اعمل لها سايتيشن، واروح على انسرت سايتيشن، فين انسرت سايتيشن، تمام، او سايتيشن ظهر لي كله تمام، اعمل اد سايتيشن اوكي، كده السايتيشن ظهر، تمام. هروح على الدوكيمنت كلاس، انا مثلا بكتب كله IEEE في IEEE، يبقى اختار ان هو IEEE ترانزاكشنز، يبقى انا كده تاني عملت سايتيشن ظهر لي بعد ما انا عملت الامبورت للبيب لاتيك او دوت بيب فايل، واخترت الستايل بتاعي IEEE ترانزاكشن اللي انا نزلته من على النت. بعد كده ادوس كومبايل، هو يعني هيبقى بطيء شويه، هيعمل كومبايل ولود، هيفتح لي، المفروض هلاقي السايتيشن اترقمت وهلاقي الريفرنس اتعمل، تمام اهو، دي مايله زي الاي تريبل اي ستايل بالظبط، ودي ما بين كوتيشنز كل حاجه ظاهره من غير ما اشغل دماغي ولا اي حاجه. فكل الاماكن اللي انا هقتبس منها هنزل لها الدوت بيب فايل واسيفه في الفولدر ده، وكده كده الستايل ده خلاص
متسايف. لو انا عملت الستايل مثلا بلين، يعني لو رحت هنا وغيرت الستايل، الستايل ده خليته بلين وعملت كومبايل تاني، بعد ما اعمل كومبايل تاني اخترت الستايل بلين، هلاقي ان الكوتيشنز دي اتمسحت والشكل اتغير شويه، فانا مش عايز كده لان انا بكتب اي تريبل اي فلازم الستايل يبقى اي تريبل اي. يبقى اروح وهنا عشان كده كنت لازم انزل البي اس تي فايل بتاع اي تريبل اي ده، اعمل له اختفى، اعمل له براوز اهو اوكي، بحس ان انا اعمل كومبايل تاني هيطلع لي الكوتيشنز وهتتكتب بنفس طريقه اي تريبل اي بالظبط، من غير بقى ما اوجع دماغي واعود السيتيشن اهو، من غير ما اوجع دماغي بقى بالايه بطريقه الكتابه والفورمات والكلام ده. فدي الطريقه اللي انا بامبورت فيها بيب فايل، وده الشغل اللي اصلا اللي بيعمله كل الباحثين والناس، ان هو بيبقى عندهم دوت بيب فايل في دايركتوري داتابيز كده فيها كل المراجع اللي هم هيستخدموها، وبعدين كله بقى بيظهر عندك هنا اما تعمل ايه انسرت سيتيشن، كل السيتيشنز بتتعمل هنا وتاد منها زي ما انت عايز.